فتمادى هؤلاء المشبهة في كلامهم بإثبات هذا الظاهر لله عز وجل، حتى وقعوا في التشبيه بل في التجسيم دون أن يشعروا. وإلا فما معنى قول بعضهم بأن الله تعالى يستقر على العرش ولا يفضل منه إلا قدر أربع أصابع يقعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عن ذلك، أليس هذا تشبيها؟ وأنه حين يستقر على العرش يسمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد، أليس هذا تجسيما؟ أو ما جاء في الرواية التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن الله تعالى وضع أصبعيه على كتفي حتى شعرت ببرد أنامله، أليس هذا تشبيها لله تعالى بخلقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه لهذا اللقاء لاستكمال الحديث في شرح نظم غاية المراد للإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 13 من شهر المحرم للعام 34 بعد 400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. هذا، ويقول الإمام رحمه الله تعالى: ندين أن إله العرش ليس له شبه، وليس له ند ولا مثلا، أي نعتقد جزماً. فدان يدين دينونة، وهو من الدين، يأتي لمعان كثيرة كما سبق الإشارة إليه، وهنا بمعنى تعبد لله تعالى بكذا أو اتخذه ديناً. فندين بأن إله العرش كذا، أي نتخذ ذلك ديناً ونتعبد به لله سبحانه وتعالى. وهذا من الاعتقاد الجازم الذي لا يحوم حوله أي شك أو ريب، من العلم القطعي الذي يعتمد على الدلائل النقلية والعقلية. ندين أن إله العرش، إله العرش أي معبود العرش، فهو سبحانه وتعالى رب العرش ورب كل شيء. فإله هنا فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، أصله من أله يأله فهو مألوه. والمعنى هنا أن معبود العرش أي الذي يعبده العرش، والذي يعبده العرش إنما هو الله سبحانه وتعالى. وخص العرش بالذكر بناء على أن العرش هو أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل العلم في معنى
العرش المراد. فبعض العلماء يقول هو السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، أي خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العرش. وبعض العلماء يقول بأن العرش هو خلق عظيم، أعظم خلق الله تعالى، وهو فوق السماوات كالقبة، وأن كرسي الله عز وجل هو دونه، والكرسي بالنظر إلى العرش كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة. ولكن هذا أمر يحتاج إلى مزيد دليل للقول بثبوته. وقيل العرش كناية عن ملك الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك وارد عند العرب، أي اعتبار العرش سريراً للملك، أو التكنية عن الملك بالعرش. وقد أشار القطب رحمه الله تعالى، بل ذكر في تيسيره، أن تفسير العرش بالملك ينافي ما ورد في بعض الأدلة الشرعية، من أن العرش تحمله ملائكة، كما في قول الله تعالى: واحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك ما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مما يفيد أن العرش مخلوق جسماني، وأن له قوائم، وأنه تحمله الملائكة، وأنه اهتز لموت سعد بن معاذ كما جاء في رواية، ونحو ذلك من الأدلة. فكأنه يقول بأن العرش خلق عظيم مستقل غير السماوات والأرض. ومن علمائنا من يقول كما تقدم بأن العرش كناية عن ملك الله تعالى، ويفسر به الاستواء الوارد في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أي ملك وقهر. وكلا الأمرين ممكن، وإن كان الأقرب أن العرش خلق عظيم كما تدل عليه الأدلة هو الأقرب، ولكن لا أحب الخوض في ذلك، فهذه مسألة عظيمة. وإنما أشير هنا إلى أن القول بأن الله تعالى استوى على العرش، أي ملك العرش وقهره، صحيح على كلا الوجهين، سواء قلنا إن العرش خلق عظيم مستقل غير السماوات والأرض، أو أن ذلك هو السماوات والأرض، فهذا هو العرش والمراد به الخلق. فإن قيل بأنه ملك العرش بمعنى السماوات والأرض والخلق، أي ملك الخلق جميعاً، ولا شك أن هذا وصف عظيم. وإذا قلنا بأن العرش هو خلق مستقل أعظم من كل خلق بما فيها السماوات والأرض،
فكذلك المعنى صحيح وهو عظيم، ويكون بطريق الأولى، أي ما دام الله تعالى قد ملك وقهر العرش الذي هو أعظم الخلق، فلا شك أنه يكون أملك لما هو دونه، ولذا اختص العرش بالذكر دون غيره لإثبات هذا الأمر، كما قد يزعم زاعم معترضاً إن كان العرش كبقية الخلق فلماذا أفرد بالذكر مع أن الله تعالى ملك جميع المخلوقات ولله ملك السماوات والأرض؟ فالجواب أنه خص بالذكر لأنه أعظمها، كما أنه لا ينافي ذكر الله عز وجل لخلقه الإنسان أنه لم يخلق غيره، فقد نص الله تعالى في كتابه أنه خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق السماوات والأرض وهكذا، فهل يعني ذكره لخلق بعضها ينافي خلقه لغيرها؟ فكذلك ذكره لملكه للعرش وقهره له لا ينافي أنه يقهر غيره، ولكن كما تقدم بما أن العرش هو أعظمها فلا شك أنه بطريق الأولى أشد قهراً لغيره سبحانه وتعالى، وكل ذلك هين عليه سبحانه وتعالى. ندين أن إله العرش هنا إشارة إلى أن الخلق جميعاً هم صنعة الله سبحانه وتعالى، وأنه ربهم وهم مربوبون له جل وعلا، فهو سيدهم ومالكهم وقاهرهم ورازقهم، لا يستغني عنه شيء سبحانه، وهو غني عن كل شيء، فهذا العرش العظيم محتاج إليه مفتقر له سبحانه، فكذلك غيره مما هو دونه، ولذا يتوجه العرش وغيره إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويخضع لجلاله ويعبده وحده سبحانه وتعالى دون غيره، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكذلك جاء في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وهذا يدفعنا إلى الحديث عن توحيد الله عز وجل، لأنه جوهر هذا الأمر الذي سنتكلم عنه في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. فصميم هذه العقيدة إنما هو التوحيد، هو ركنها الأعظم، وهذه الأمة تعرف بأمة التوحيد، وأهلها هم الموحدون لله سبحانه وتعالى، وهي دعوة الأنبياء السابقين جميعاً من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعندما يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثل، إنما المراد بذلك تقرير عقيدة التوحيد، والتوحيد مصدر وحد، فيقال وحده يوحده توحيدا، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس،
وهو في اللغة بمعنى الإفراد، فوحده أي أفرده، وفي الإصطلاح عند أهل الحقيقة أي الذين يتعلقون بتصفية النفوس وتجريدها لله عز وجل مع تعظيمه سبحانه وتعالى، التوحيد عندهم هو تجريد الذات الإلهية مما يتخيل، مما يتصور في الأفهام أو يتخيل في النفوس. فالله عز وجل لا يمكن أن يتصور أو أن يتخيل أي حقيقة ذاته العلية جل وعلا، فهو أعظم من ذلك شأنا. والتوحيد في الشرع على ما ذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى أيضا في مشارقه هو إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده مع تصديق لله تعالى بذلك، أي في العبادة وفي وصفه بالتوحيد ذاتا وصفات وأفعالا. فتوجيه العبادة إليه سبحانه دون غيره مع اعتقاده أو اعتقاد تفرده في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، كل ذلك توحيد، وهو ما سيبينه الإمام السالمي رحمه الله تعالى في الأبيات التالية. وعندما يقال علم التوحيد فهو الفن المدون المعروف عند المتكلمين، أي الذين يتحدثون عن علم العقيدة، وتسميتهم بالمتكلمين فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي مأخوذة أي هذا علم الكلام فاشتق منه أن هؤلاء علماء الكلام أو هم متكلمون، هل أصل ذلك أنهم يكثرون من الجدل والنقاش بسبب الاختلاف بين أصحاب المذاهب الفكرية المختلفة، سواء كانت منضوية تحت دين واحد أو كانت أديانا مختلفة، أو أن ذلك بسبب مسألة الكلام، أي أن الله تعالى متكلم فيوصف بصفة الكلام وهي المعروفة بمسألة خلق القرآن، فحدث حولها خلاف شديد وكثر كلامهم فيها فسمي هذا العلم بذلك فقيل لهم علماء الكلام، أو لغير ذلك خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال علم العقيدة أو علم التوحيد هو في الإصطلاح علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بأدلتها اليقينية، فهذا هو علم التوحيد، لأنه يبحث مسائل التوحيد ويربطها بأدلتها. وكما ترون أن هذه الأدلة يشترط أن تكون أدلة يقينية، فلا يقبل فيها الدليل الظني، لأن الاعتقاد هو من عقد عليه القلب بحيث يكون إدراكا جازما
ليس فيه ظن أو تردد. وهذا إنما يستفاد من الدليل اليقيني، لأنه يقطع الاحتمال ولا مجال فيه للخلاف أو النزاع، ولا يجوز فيه الاجتهاد، والحق فيه مع فريق واحد، كما قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما غير الدليل اليقيني الذي هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أي غير هذا الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، كحديث الآحاد الذي هو ظني الثبوت، فإنه لا يعتد به، وإن ثبت في الصنعة الحديثية في مسائل التوحيد، لأنه يحتمل أن يكون في حقيقة واقعه ضعيفاً، إذ الحكم عليه بالثبوت بحسب ما ظهر في اجتهاد المحدثين، وهذا الاجتهاد يقبل الخطأ، ولذا هو مجرد ترجيح جانب الصواب الذي هو الظن. والله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فعاب عليهم أنهم يتبعون الظن، وبين أن الظن غير مقبول، كما في قوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أمر قطعي، ولا يستطيع أن يعتقد في حقيقة الواقع أحد أمراً بحيث يقطع به ما هو معتمد فيه على الظن، فهذه مخاطرة ومجازفة كبيرة، إذ قد يتبين له بعد أمد ضعف هذا الدليل الذي اعتمد عليه، فينقلب شأن اعتقاده إلى نقيض، والاعتقاد لا يحتمل ذلك. وسيأتي مزيد كلام في هذا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، إذ ينبغي تخصيص درس مستقل أو أكثر عن هذه المسألة، وهي: هل يفيد حديث الآحاد الظن أم العلم؟ وقد أفردها شيخنا القنوبي حفظه الله تعالى برسالة خاصة كما تعلمون، فإثباتها في أوائل هذه الدروس مهم لأجل وضع قاعدة للدروس القادمة، إذ ربما يجد بعض طلبة العلم حديثاً يروى في مسألة فيقول: لماذا لا نأخذ به في هذه القضية؟ فيكون المرجع هو هذه القاعدة، فإن كان ذلكم الحديث قد ثبت ثم رواه بعد ثبوته عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة، بحيث وصل درجة التواتر فإذن هنا يجب قبوله ولا يجوز الإعراض عنه، ما دامت دلالته قطعية على المراد لا تحتمل إلا معنى واحدا. وأما إن كانت بخلاف ذلك فلا. فعلم التوحيد إذن إنما يبحث فيه في صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة والجائزة والمستحيل، وكذا صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يتبعه في هذا الأمر. فهذا هو موضوع
علم التوحيد، وثمرته الفوز برضوان الله تعالى في الدار الآخرة مع القيام بتوحيده سبحانه وتعالى في هذه الدار الدنيا، والعمل بطاعته جل وعلا. وأمر التوحيد كما تقدم هو صلب هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء من درس من دعوة الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، حيث وجد العالم بأسره إلا القلة القليلة من الناس يوحدون الله تعالى، وقد انتشر الشرك الذي هو ينافي التوحيد في الجزيرة العربية وحول الكعبة، فيما قيل بأنه كان حول الكعبة 360 صنما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضاد الشرك وليبني أو يحيى عقيدة التوحيد، ولذلك كان يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي انزعوا عن الشرك إلى التوحيد لتفلحوا لتفوزوا. وليس المراد الالتزام بهذا الشطر فقط، بل وبما بعده من أن محمد رسول الله، وبما يلزم من ذلك من تطبيق للأحكام الشرعية العملية، أي تفسير لهذه الجملة كما سبق الإشارة إليه. ولكن التوحيد هو الذي يقوم عليه شأن الدين كله، فحينما نقول توحيد الله عز وجل أي نفرده جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي العبادة، فليس هناك ذات تشبه ذاته، ولا صفات تشبه صفاته، ولا أفعال تشبه أفعاله، ولا توجه العبادة إلى غيره سبحانه. يجب توحيده في ذلك كله. والإمام السالمي رحمه الله تعالى عندما يقول هنا: ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثل، إنما يثبت ذلك. فالشبه فعل على وزن فعل، وشبه بفتح الباء فعل، وشبيه على وزن فعيل، كلها بمعنى واحد. وكذلك مثل ومثل ومثيل من حيث الوزن هي بمعنى واحد. فالشبه والشبه والشبيه هو المساوي في أغلب الصفات، وقيل المساوي ولو في بعض الصفات. فالله عز وجل ينفى عنه أن يشابهه أحد من خلقه في صفة من صفاته، وينفى عن الله عز وجل أن يساوي بعض خلقه في صفة من صفات هذا الخلق أو أكثر من ذلك، كل ذلك مستحيل على الله عز وجل. وكذا أيضا المثيل، وهو المساوي في جميع الصفات فيما قيل، وقيل المساوي ولو في صفة واحدة، وذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يساويه أحد في صفة واحدة من صفاته،
فبطريق الأولى أن يكون هناك مساو له في بعضها أو في الكل أو الأكثر. ليس كمثله شيء، على اعتبار الكاف هنا حرفا فهو حرف يفيد التوكيد، لا يقال زائد تأدبا مع القرآن، أي ليس مثله شيء، فهذا فيه نفي المثلية. أو على اعتبار الكاف هنا اسما، أي ليس مثل مثله شيء، فنفي مثل المثل يلزم منه نفي المثل. وكلا القولين وارد عند أهل العلم، فهذه الآية دليل على نفي المساوي في صفة أو أكثر أو في الجميع، وكذا الآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أو كما ورد في الرد على اليهود حين زعموا بقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وصفوا الله تعالى بصفة من صفات الخلق، أو وصفوه بالبخل وقالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذا ما نفاه المولى سبحانه وتعالى عن نفسه حين وصفه به المشركون من أن له صاحبة أو أن له ولدا، سواء كان هؤلاء المشركون وثنيين أو كانوا ممن تنزل عليهم الكتاب ولكن تركوا عقيدة التوحيد كاليهود والنصارى الذين زعموا أن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الله، وزعموا أن مريم عليها السلام صاحبة الله، أو قالت اليهود عزير ابن الله، ونحو ذلك من الكلام الباطل. فالله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد عظم الله تعالى هذا القول من هؤلاء حين نسبوا إليه الولد، فبين سبحانه وتعالى أن السماوات تكاد تتفطر وأن الأرض تكاد تتشقق وتخر الجبال من عظم هذا القول الذي نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم ضلوا في أعظم مسألة، في أعظم حقيقة أنكروها في هذا الوجود، وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى. لا حقيقة أعظم من ذلك، كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا الكون كله بما فيه ومن فيه يشهد على وحدة الصانع المعبود سبحانه وتعالى، إذ يلزم من وجود إله مع الله عز وجل أن يختل نظام هذا الكون، والواقع يشهد بخلاف ذلك، إذ كل شيء فيه مقدر بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر،
وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فكل شيء لا يمكن أن يتحرك أو أن يسكن أو أن يزيد أو أن ينقص أو أن يزداد أو أن يولد أو أن يحيى أو أن يحيى أو يموت إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، فهو الفعال لما يريد، لا ينازعه في ملكه أحد. فانتظام هذا الكون على هذا النحو الذي نراه دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والدلائل العقلية مع النقلية تتضافر لإثبات هذه الحقيقة. فحين نقول بأن الله عز وجل ليس له شبه وليس له مثل وليس له ند أيضا، والند هو المساوي المضاد، هذا صلب التوحيد، فليس هناك قرين لله عز وجل ولا مساو له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وقد تقدم أن إثبات الذات، أن الذات العلية موجودة، هذا هو المراد، ولا نعلم حقيقة الذات العلية. فالله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقد حقق هذه المسألة وحررها الإمام المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى كما في أجوبته تمهيد قواعد الإيمان، ونقلها عنه أيضا العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى في نثار الجوهر، وتعرض لها الإمام السالمي رحمه الله تعالى أيضا في مواضع متعددة، وذكر شيخنا الخليلي في دروسه، هي حقيقته الخاصة التي تفرد بعلمها ولا يعلمها أحد من خلقه. وأشار إليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في الجوهر كما سبق الإشارة إليه، ونفس رب العالمين ذاته، وذاته تفسيرها ثباته، نعني به نفس الوجود الواجب، فالذات لا تحد، يعني ليس لها حد تعريف، الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا، لكن هنا حقيقة عظيمة لا تبلغ العقول معرفة، يعني لا تستطيع العقول معرفتها. فهنا قال فالذات لا تحد بالتخاطب أو في التخاطب، فنحن بالوجود جازمون وما عداه غير عارفين. ونبه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى على الخطأ الوارد من قبل بعض النساخ الجهلة في بعض الكتب، فبعض أهل العلم ذهب إلى القول بأن المراد بالذات هي الثبات، فذاته تفسيرها ثباته، هذا التفسير. ثم رد على هذا القول قبل أن يأتي خطأ النساخ، وقال هذا تفسير للذات بإحدى صفاتها ولا يفي بالغرض، ثم تكلم عن الخطأ الشنيع الذي وقع فيه بعض النساخ حين أضاف ألفا في الأول، فقال الذات هي الإثبات، وهذا خطأ شنيع باطل لا يجوز، لأن الإثبات هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، فكيف يفسر القديم أي الله عز وجل الذي لم يسبق وجوده عدم،
فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، بفعل العبد للاعتراف بوجوده مع أن العبد نفسه حادث. هذا باطل شنيع لا يجوز إقراره. والكلام هنا على التشبيه كلام يطول كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أننا والحمد لله نعتقد تنزيه المولى سبحانه وتعالى، فنحن المنزهون، وتشبيه الله عز وجل بخلقه إنما هي عقيدة باطلة بأي وجه من الوجوه، لا يجوز التهاون فيها أبداً، لأنها تقدح في صميم التوحيد وتنزع المهابة من القلوب في حق الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يضفي على القلب هيبة عظيمة من جلال الله عز وجل، فتندفع النفس إلى الخوف منه جل وعلا مع رجائه سبحانه، ومع وجود الخلل هنا يتأثر هذا الأمر، فربما يجترئ العبد على ارتكاب مخالفة له سبحانه لعدم وجود عظيم الهيبة في النفس، وربما اجترأ فوق ذلك ما دام قد فتح باب التشبيه ولو في وجه من الوجوه إلى أن يتمادى في هذا الأمر، حيث يغويه الشيطان أو تدعوه النفس الأمارة بالسوء بذلك لتوقعه أو ليوقعاه معا في حبائلهما، فيقع في التشبيه البغيض دون أن يشعر، وإن كان ينتسب إلى هذه الأمة. فهناك قوم ينتسبون إلى هذه الأمة يعرفون بالمشبهة من قبل خصومهم طبعا، وهم لا يقرون بذلك، بل هناك من تمادى حتى وقع في التكسيم وهو أشد، حيث أثبت في زعمه في عقيدته أن الله تعالى جسم، وهذا باطل، فوصف الله تعالى بصفات المخلوقين أو ببعض صفات المخلوقين، وسيأتي الرد على هؤلاء. لكن موضع الاستدلال هنا أن بعض من فتح باب التشبيه في هذا المجال تمادى، كابن تيمية الذي يوصف عند بعضهم بأنه شيخ الإسلام، مع أن مخالفيه لا يقرون بذلك. فابن تيمية كان له بعض العقائد المخالفة فيما يتعلق بتنزيه الله عز وجل، حيث وصف الله تعالى ببعض صفات المخلوقين، أو رفع بعض صفات المخلوق إلى صفات الخالق سبحانه وتعالى، كما ينسب إليه القول بقدم العالم، لكي يثبت أن العرش قديم بالنوع، أي أن هذا العرش الموجود الآن كان قبله عرش، وهذا العرش السابق كان قبله عرش،
فالعرش ليس قديما بالفرد الموجود الآن، ولكنه قديم بنوعه، وهذا لا شك يزاحم بل يناقض إفراد الله تعالى بالوحدانية والقدم، لأن إثبات قديم معه تعالى إنما هو وقوع في الإشراك والعياذ بالله، وإن كان هو متأولا هنا. لا نستطيع أن نقول بأنه أشرك وخرج عن ملة الإسلام، ولكنه إن ثبت عنه هذا القول فقد ضل بتأويله، وهناك من ينفي عنه إثبات القدمية للعالم بالنوع، ولا زال بين محبيه ومعارضيه جدل إلى يومنا هذا في هذه المسألة. وسواء ثبت عنه ذلك أو لم يثبت، فقد ثبت عن غيره من بعض الفلاسفة المسلمين أو الذين ينتسبون إلى الإسلام، وهذا في الأصل قول لفلاسفة الإغريق كأرسطو ومن معه، وبعض من قرأ الفلسفة من المسلمين تأثر بقولهم فأقرهم عليه. فهذا ما يجر إليه التشبيه، ولا شك أنه عظيم في حق الله عز وجل. وحين نراجع كلام بعض المشبهة نجده أمراً تقشعر منه الجلود، فهم عندما يذكرون في بعض الأحيان المنزهين يصفونهم بالمعطلة، أي أنهم عطلوا الذات الإلهية عن صفاتها التي وصفها الله تعالى به في زعمهم، كاليد والساق والجنب والعين والاستقرار على العرش ونحو ذلك. فمن ينفي حقائق هذه المعاني التي يحتويها اللفظ حسب ما يفهمه العرب منها وصفوه بأنه معطل، وهم يتسترون بقولهم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ولو كانت العبارة على حقيقتها بنفي الشبيه والمثيل والكيف عن الله عز وجل لكانت صواباً، ولكنه يؤتى بهذه العبارة بعد إثبات ظواهر هذه الألفاظ في حق الله عز وجل، ويقال في حقه جل وعلا تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بأن له يداً ليست كأيدينا، وعيناً ليست كعيوننا، وجنباً ليس كجنبنا، وساقاً ليست كساقنا، وهكذا. ثم يقولون من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ولكن كما ترون أن إثبات وظواهر هذه الألفاظ يوهم في التشبيه، بل يوقع صاحبه في التشبيه، فاليد إنما هي الجارحة وهي آلة في حق المخلوقات يستعينون بها على قضاء حوائجهم، وكذا الساق وكذا الجنب وكذا العين وكذا غيرها، وذلك مستحيل على الله عز وجل. ولا يكفي أن يقال ليست كأيدينا وليست كعيوننا، لأننا نقطع مثلا بأن ساق النملة ليست كساق الفيل، وعين النملة ليست كعين الفيل، فبينهما فرق، ولكن تثبت له عين وتثبت له ساق، فهذا تشبيه.
والله تعالى ليس كمثله شيء. وهذه الألفاظ وإن وردت في كتاب الله تعالى كقوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، وقوله ولتصنع على عيني، وقوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ونحوها، إنما هي خطاب بلسان عربي مبين، واللسان العربي فيه الحقيقة والمجاز. فالمراد المعنى غير المتبادر من الظاهر، فالعين يراد بها الحفظ والعناية، واليد تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعمة، وهكذا غيرها من المعاني كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فتمادى هؤلاء المشبهة في كلامهم بإثبات هذا الظاهر لله عز وجل، حتى وقعوا في التشبيه بل في التجسيم دون أن يشعروا. وإلا فما معنى قول بعضهم بأن الله تعالى يستقر على العرش ولا يفضل منه إلا قدر أربع أصابع يقعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عن ذلك، أليس هذا تشبيها؟ وأنه حين يستقر على العرش يسمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد، أليس هذا تجسيما؟ أو ما جاء في الرواية التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن الله تعالى وضع أصبعيه على كتفي حتى شعرت ببرد أنامله، أليس هذا تشبيها لله تعالى بخلقه؟ وحين يقول بعضهم كما توجد هذه الفضائع في الكتاب المسمى بالسنة المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذا أيضا في كتاب المسمى بالسنة للخلال وفي غيرها أيضا، يقول خلق الله آدم بيده مسيسا، كما يقول بعضهم يعني جعل خلق آدم مزاولة بالطين، مع أن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعندما يقول خلقت بيدي المراد بذلك تشريف هذا الخلق، حيث نسبه أو نسب تخليقه إلى يديه أي إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. فلماذا لا يقال ذلك أيضا في الأنعام ويحمل ذلك على أنه مزاولة للخلق باليد، مع أن الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ويقول والسماء بنيناها بأيد، وهكذا. ويقولون خلق الله آدم على صورته بمعنى التشبيه، وجعلوا الضمير يعود لله عز وجل، وأثبتوا لله تعالى صفة فيما يقولون تسمى الصورة بسبب هذه الرواية الآحادية، فجرهم الأخذ بحديث الآحاد إلى الوقوع في التشبيه، لأنه دخلت من خلالها الإسرائيليات روايات أهل الكتاب، وهذا هو أصل هذا التشبيه المأخوذ من كتب اليهود، ولكن سرى إلى هذه الأمة عن طريق الرواة الذين تقمصوا الإسلام ونسبوا هذه الروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست عنه، وإنما هي من بقايا أهل الكتاب التي حرفت ولم تكن في التوراة ولا في الإنجيل كما نعتقد. فموسى عليه السلام إنما كان يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى، وكذا عيسى عليه السلام، فلا يثبت عنهما ذلك ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فترون كيف جر فتح هذا الباب
باب التشبيه إلى ما هو أعظم منه. ولذلك على المرء أن يكون دائما الحذر منه، بحيث يجب عليه أن يكون منزها لله عز وجل. فهذه هي الوحدانية التي ندعو إليها، أي توحيد الله عز وجل. وكما قال أهل العلم: ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وكما قال غيرهم أيضا: العجز عن الإدراك هو الإدراك، والبحث في ذات الله إشراك. العجز عن إدراك حقيقة الذات هو الإدراك، أي هو العلم المطلوب منك. أما الخوض في حقيقة الذات العلية فهذا يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فهؤلاء المشبهة تصوروا الله تعالى بصورة في أذهانهم، ثم راحوا يجمعون لها بعض الأدلة من القرآن أو من السنة، يفسرونها كما يحل لهم لإثبات هذا التصور. وسيأتي نقض ذلك، أو نقض بعضه على الأقل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. ونقتصر على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا بك، ووفاء بعهدك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمة المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.